ايه اللي حصل ده؟ مين اللي في الكلب اللي عمل كده؟ ايه ده؟ ايه المهزلة دي؟ طب شوف حاجاتكم مهمة لحسن تكونوا اتسرقتوا ولا حاجة. يا لهوي. غريبة قوي يا جماعة. مفيش حاجة اتسرقت. الفلوس زي ما هي. حرامي جدع ده ولا ايه؟ حرامي وما سرقش حاجة؟ يبقى أكيد في هدف تاني. ده مش حرامي. ده كاتب بصباع رجع على المراية زي فيلم دايرة الانتقام بتاع علي الشريف. هتروحي منى فين؟ هتروحي منى فين ايه بس؟ هتروحي مني فين؟ انتوا في ما بينكم وما بين حد مشاكل ممكن توصل للتهديد بالمنظر ده؟ انا مش قلت لك يا سماح؟ مش قلت لك ان المخرجين هم اللي ايه بس؟ انا المذيعه، يعني انا اللي قدام الكاميرا، يعني انا اللي بتحاسب على كل كلمه بقولها. بقول لك ايه يا انس سماح؟ نعم. ليله امبارح يعني وانت جاي من البار ما لاحظتش حد ماشي وراكي كده ولا كده؟ بار؟ انا ما رحتش البار امبارح، انا من الديسكو طلعت على اوضتي على طول. ما رحتش البار ازاي؟ طب سماح وعرفناها. منى مين يا ولاد الكلب؟ احنا اتبهدلنا على بال ما رجعنا الاوضه تاني. انا مش قادره اصدق نفسي، ازاي في ناس ممكن تعمل كده؟ بس اللي بفكر فيه اللي ساب لنا المسج على المرايه دي قصده مين فينا يا سماح؟ لو الموضوع ده ليه علاقه بالحلقه اللي هنصورها بكره يبقى اكيد انا اللي مقصوده. ربنا يستر ويعدي اليوم ده على خير. تفتكري فالح واقف تحت بيحرسنا زي ما قال؟ والله الكاركتر اللي انا شفته يعملها. لا ما تقوليش، تعالي نشوف يلا. لا الفيلم ده صعب، قول فيلم اسهل من ده. ماشي. الفيلم ده برضه بالكلمتين، أول كلمة يدعو الله دعاء دعاء الكرا أيوة دعاء الكرا أيوة الكراكون في الشارع يا لهوي. الموضوع ده لازم يتلم، مش عاوز شوشرة يا حامد. الأمور دي لازم تتعالج بهدوء، وما تنساش ان البت دي اعلاميه وما احناش قد فضايح الاعلام والاعلاميين. يا فندم اللي حصل ده بياكد كلام فرد الامن فالح ان في واحده اسمها سماح في الفندق مهدده بالقتل. اللي حصل ده حصل كتير قبل كده ومن ناس كتير مريضه ومجنونه وممكن يحصل في اي حته، وفي الاخر الحادثه بتطلع في شنك. مش كده ولا ايه يا سياده العميد؟ رجولة بالوراثة مش كلام في كراسة، واللي منزلش الصعيد محتاج سوفت وير جديد، وانا موجود هنا عشان افرماتكم. انتوا مصاروة غلابة تربطوا على الجبنة النستون واللانشون واللليطة. اكبر جريمة عندكم واحد اتحرش بواحدة، واحد اتسرق موبايله. انما انا من ارض المعركة، أنا من أسيوط بلد الجريمة الأولى. عندنا القتل زي صباح الخير عندكم، كل يوم نلاقي قتيل في القصب، ناكل قصب وملناش دعوة بالقتيل. أنا بخبرتي وحسي الأمني متوقع إن الواد وسيم هيستغل الفوضى الخلاقة اللي هتحصل في الفندق عشان البرنامج. زي ما في الفوضى والانفلات الأمني الحرامي بيسرق البهيمة، في الفوضى والانفلات الأمني المجرم بينفذ الجريمة. يعني أنت لسه عايش في الوهم الأقرع اللي مفهوش ولا شعرة حقيقة واحدة؟ طب فسرها لي. الهجوم اللي حصل في أوضة سماح حسين معناه إيه؟ يا أبو مخ نور فسر. يا إخواني أنا شايف إن فالح بيتكلم مظبوط. الحاجات اللي بتحصل في أوضة سماح حسين دي برضه غريب. غريبة؟ إيه؟ إيه يا أولاد عاملين إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك أنا عملت خطة محكمة للحفاظ على البنات. بالنسبة لسماح شريف أهي غارت في داهية وسافر. سماح إيه وزفت إيه الله يخرب بيتك؟ أنا مالي أنا ومال البنات دلوقتي؟ إحنا أهم حاجة عندنا تأمين تصوير البرنامج اللي هيتم هنا في الفندق، لأن الدكتور أحمد الأسيوطي هيقول كلام ويضرب تصريحات في البرنامج ده خطيرة جدا، مخليه مستهدف من أجهزة مخابرات كبيرة، فاهمين ولا لأ؟ وستك جاية تقول لي سماح منبور وصباح مدبور؟ كتك البلا، روح ربنا ياخدك. كبير والاحترام والواد مغاوري فيه.
للشمال دور. استنى، عايز اعصابكم بارده. النهارده يوم تاريخي في حياه الاوتيل. النهارده نكون او لا نكون. نكون يا ريس فلح. نكون او لا نكون. نكون يا ريس فلح. ابو زيد، هتروح غرفه المراقبه وما تتعتعش منها. اهو بجنابك. جوده، هتامن الحمامات والبسين. تمام يا فندم. مغاول، انت لسه جديد، امن حدود الاوتيل. تمام يا فندم. منسوب، عايزك تامن غرفه سماح مرزوق. حاضر. مع السلامه يا وحوش. انا اللي احمي الفندق ده. سياحه بلدي في رقبتي. ثقه في الله السياحه لن تنهار. منور يا دكتور. شكرا. احنا زي ما اتفقنا مفيش خروج عن النص خالص. حاضر. اوكي؟ اوكي. بس انت امرت ان انت تجيب الظابط اللي انت ليه؟ يلا جاهزين يا جماعه؟ كاميرا جاهزه؟ احنا جاهزين؟ يلا بينا. أستاذة سماح جاهزة؟ آه يا حبيبتي. يا أبو زيد. أيوه. يا بجرة. تعليمات هامة وخطيرة. أول ما وسيم يخرج من غرفته تعرفني على طول. يلا يا جماعة جاهزين؟ 5 4 3 2. هو رجل قانون دولي له كثير من المواقف المشرفة في القضايا الداخلية والخارجية، لا يخشى خصومه طالما إيمانه بالقضية التي يترافع عنها كان قويا. الغباوض يلا اثبت يا فحل الكابوس يا دجال. حاج يا سماح. يا ابني انت صرخت نبهتني، لما كنتش عملت كده كان زمان الطلقه جت في رقبتي. الحمد لله جت سليمه يا دكتور. وبعدين ده اقل واجب، هما بيعملوا معاك كده ليه؟
وانت مشيك بطال ولا حاجه؟ استغفر الله العظيم يا ابني، من مشي البطال؟ انا ماشي مش بطال، ده هم اللي مشيهم بطال. وانا ان شاء الله لما ربنا يكرمني واروق من اللي انا فيه ده احكي لك على كل حاجه بالتفصيل. عشان خاطري يا دكتور، انا عايز اعرف الحقيقه كامل، عايز اجمع خطوط الجريمه عشان خاطري. غبي، افرض مت في العمليه. بعد اذنك يا استاذ، بعد اذنك عشان نتحرك. بعد اذنك انا عايز اعرف الحقيقه يا دكتور، عشان خاطري انا عايز اعرف الحقيقه. يا خينا يا دكتور انا عايز اعرف الحقيقه. دكتور عايز اعرف الحقيقه. دكتور انا عايز اعرف الحقيقه. ومهما كنت يا صاحبي خسيس، اوعك تامن امن حريص، تعمل حصون تعمل متاريس، مضروب عيار مضروب. عاش زملاتي، عاش رجاله، هي دي مصر. ايوه، مع السلامه، مع السلامه، سلام يا زملاتي. قلت لهم ما سمعوش الكلام، اوعوا تستهتروا بالسعايده، السعايده كلامهم كله فايده. واستهتروا بيا وانا طلعت صح. اهي سماح مرزوق، كانت فاكره اني بحبها، بس احبها كيف دي سكرانه ليل ونهار تربي عيال كيف دي. يلا هي غرت في داهيه. سماح حسين مذيعه شاطره، قدرت تطلع كلام من الاسيوطي لمسي الحديد ما تقدرش تطلعه. يلا هي غرت في داهيه. وسيمها ساب الدنيا كلاتها وجاي يشقط حريم من عندنا هنا. سلام يا فالح. يلا الغرف جاية. أنا مبسوط يا منصور، وعندي استعداد أموت من أجل إن السياحة المصرية لن تنهار. فالح، منصور يا فالح يا ابني، أنا بعتذر لك وبعترف لك إني كنت غلطان في حقك. أنت فعلا طلعت فالح يا فالح. عشان كده يا ابني عاوز أوصيك وصية، أنا طالع عمرة، العين السخنة أمانة في رقبتك وجبل عتاقة. سك في الله ثم فيا يا فندم، بأمانة بأمن عليك وأنت في العمرة تدعي إن السياحة المصرية لن تنهار. إن شاء الله لن تنهار أبداً السياحة المصرية. تروح وتيجي بالسلامة يا أبو الحاج، مخصوم لك 9 سنين. أنت اللي جبت لنفسك، في رعاية الله. أنا سعيد يا منصور، أثبتت للكل إن أنا الأساس والباقي شنط وكياس. حلاوتك يا فلوحتي. روح أمن الحمامات يا منصور. ماشي، وأنت رايح فين؟ رايح أخد تان. هايفة هابي فالنتاين دي.